السؤال الثاني هو عن مسألة العذر بالجهل. يعني هل العذر بالجهل يغفر للمسلم أي ذنب فعله ولم يكن يعلم أنه حرام؟ يعني الأول المطلوب من المسلم أن يتعلم، مطلوب من المسلم أن يتعلم. وأول آية في هذا أول آية في كتاب ربنا، أول آية أنزلها الله عز وجل علينا اقرأ. أي نعم. اقرأ. طيب أنا لا أستطيع القراءة، أمي يسأل، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثلاثة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فاسألوا، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا، يبقى أقرأ أسأل وبعدين أتعلم. يعني الحديث يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعدين ما أخذ الله على أهل العلم أن يعلموا حتى أخذ على أهل الجهل أن يتعلموا. دي دائرة. أنا معلم، كيف أوصل العلم اللي عندي لما أجد مستمع؟ لما المستمع يفتح لي أذنه، لما المستمع يفتح لي قلبه قد يدخل. ولذلك لابد من التواصل واكتمال الدائرة. والمسلم واجب عليه أن يتعلم. فالحديث الصحيح واجب فرض عين عليه، فرض على كل مسلم فرض عين، أن يتعلم من الإسلام ما تصح به عقيدته وتسلم به عبادته لله عز وجل. أعيد، فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من أحكام الإسلام ما تصح به عقيدته وتسلم به عبادته لله عز وجل. والأدلة على ذلك كثر في الكتاب وفي السنة، منها قوله تعالى في سورة القتال أو سورة محمد اسمه عشر، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أمره، وهذا الخطاب للرسول والمراد الأمة، فاعلم أنه لا إله. يعني أعلم أنه لا إله إلا الله، يعني أعلم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وبالتالي يتوجب علي أن أعلم يعني إيه العبادة، كيف أعبد ربنا، كيف أعبده عز وجل حق العبادة. معنى لا إله إلا الله، ما الذي يترتب على اعترافي بوحدانية الله، أجرده عن النظير وعن الشبيه وعن الولد وعن الصاحبة وعن النظير وهكذا. وبعدين مقتضى هذا التوحيد أأتمر بما أمرني الله عز وجل به وأنتهي عما نهاني الله عز وجل عنه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك المؤمنان. وبعدين النص القرآني في المجادلة أو المجادلة بفتح الدال أو بكسرها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم ربنا، فبالعلم ربنا بيرفع درجات. يبقى الإيمان سبيل لرفع الدرجات، ولا يكتمل هذا الرفع إلا بالعلم. وبعدين اقرأ قوله تعالى في الزمر، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وصدر الآية لما نرد عجز الآية، آخر الآية على أولها، أول الآية إيه؟ يقول تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كما يقول العلماء عندما نرد عجز الآية يعني أخذ على صدرها، يتبين لنا أن العلم النافع هو الذي يعني انتفع به صاحبه فقام لله عز وجل، قام بأمر الله، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه وهكذا. وبعدين سيدنا آدم أبونا يعني أسجد الله تعالى له الملائكة، بماذا؟ بالعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم إيه عرضهم عن الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وهكذا. فلذلك فنحرص على العلم أحبتي. نعم. وبعدين الإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهذا أثر لعله مرفوع أو موقوف، يقول قسم ظهري اثنان. سيدنا علي قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. ها، قسم ظهري اثنان، عالم متهتك والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، وجاهل متنسك والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. ايه جاهل متنسك؟ يعني جاهل عابد يعبد ربنا لكن على جهل، يعني ليس على علم. ولذلك لا يستوي. والعالم المتهتك، العالم ربنا اعطاه العلم، اعطاه القرآن، وامثلتهم كثيره لا تخفى على مشاهدينا الاحبه. ولذلك مثلهم الاول بالعام في سوره الاعراف، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. اي نعم، انسلخ من الايات فاتبعه الشيطان. الشيطان هو المعلم، لكن الشخص ده اصبح معلما للشيطان.
فالشيطان بدأ يتتلمذ على إيده، فذلك يقول تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا إلى آخر هذا النص الكلمة سورة الأعراف. فلذلك أعيد التعبير مرة ثالثة، قصم ظهر اثنان عالم متهتك. أي نعم وصلك مولانا. متنسك لابد من العلم حتى نكون على بينة من الأمر، بل الإنسان عن نفسه بصير. نعم أي نعم.